انت اخترت مع كابتن خطيب متسماني. نعم. كنت موافق عليه. نعم. هل الاختيار ده في الوقت ده بالذات هل كنتوا موفقين قوي فيه؟ هو يعني برضو عشان ابقى صادق معاك، انا حتى بعد ما تركت اللجنه كان في اتصالات كتير بين الكابتن خطيب وبيني في كل الامور الخاصه بكره القدم، يعني كان بيستشيرني فيها، حصل معاه اجتماعات وتليفونات، وكان برضو بشتغلها اكني في النادي لكن من بره يعني. وانا اشتغلت مع المهندس محمود طاهر ومع كابتن خطيب بدون مقابل، لم اتقاضى من النادي اي مبالغ، بس عشان للعلم بس الناس عارفين ان انا اشتغلتها وانا بدون مقابل. المهم ده من حبك للنادي. بالظبط. انا شوف اي حد في النادي بيطلب مني اي شيء انا بقى مستعد، لو كان لي خبره اقدر اقولها بقولها، مفيش مشاكل عندي. انت راضي عن موسيماني يا كابتن؟ شوف موسيماني انا انتقدته في بعض الفترات، طبعا لما جينا نختاره انا كنت مقتنع لانه واني اول مره يعني النادي الاهلي بيتعاقد مع مدرب افريقي. ما انا هقول لك بس اللي حصل ايه. فايلر كان في مشاكل، وانا حضرت برضو مع كابتن خطيب وانا خارج اللجنه برضو اتكلمنا فيها ازاي، واستغنينا عنه، بس استغنينا في الوقت المناسب مع 1 اكتوبر. واحد هو اللي أكتوبر طلب يمشي يا كابتن. 1 اكتوبر هو اصلا قعد يطلب حاجات مش منطقيه، بيزهق النادي الاهلي يعني. حاجات مش منطقيه، عايز مش عارف كل فتره ياخد اجازه عشان مراته، حاجات من هذا القبيل، والراتب ما اعرفش، شويه حاجات كده. وحتى بعد ما رجع من الكورونا اداؤه ما كانش كويس. مظبوط. ما كانش متفرغ للفريق. مخه بيشتغل في حاجات تانية، ولذلك دي من أسوأ الفترات اللي لعبها النادي الاهلي، بالرغم ان هو من اول ما جه الى الفتره ديت كان احسن مدرب جه في النادي الاهلي. حقيقي. النادي الاهلي كان بيلعب كوره مختلفه متطوره، حاجه عظيمه جدا. بعد الكورونا، قبل الكورونا حاجه وبعد الكورونا حاجه ثانيه. فبعدها ابتدى بتاع، فاحنا قلنا ايه؟ هو عايز يعمل حاجه ما تفهمش، فاتفقنا ان هو 1 اكتوبر يمشي حسب العقد. عشان ما فيش اي شرط جزائي علينا ولا اي حاجه. وفي نفس الوقت كنا فاضل لنا 2 اسابيع على المباريات النهائيه في افريقيا. نعم. سيمي فاينل والفاينل. فلما عرض اسم موسيماني فقلنا يعني هو ده انسب وقت في الوقت الحالي. اولا نمره واحد هو بيدرب فريق سان داونز، واحنا كل سنه بنلعب مع سان داونز، عارف اللعيبه بتاعتنا كويس. طبعا. وعارف الفرق الافريقيه الاخرى. فهو انسب واحد يبقى داخل على المباريات دي وهو شايف كل حاجه، شايف فرقه النادي الاهلي. قبلها كان النادي الاهلي لاعبهم مرتين، كسب النادي الاهلي كسب 2-0 وتعادلنا هناك 1-1، وقبلها كده وهكذا، وعارف اللعيبه بتاع النادي الاهلي وعارف اللعيبه بتاع الفرق الاخرى، فكان هو انسب اختيار في هذا الوقت. هل ربما هل الاختيار كان موفق يا كابتن؟ طيب لما نيجي نتكلم على موسيماني، بعض الناس بتقول لك ايه، زي ما انت ذكرت من شويه قلت ان الناس زعلانه ان ما فيش اداء بس في نتيجه، انت عاوز تقول ايه للناس اللي بتهاجم عمال على بطال؟ شوف هقول لك حاجه، مش في كل وقت هتلاقي، اصل انت هتعمل نتيجه هيقول لك ما فيش اداء، هتعمل اداء وتخسر، هيعمل هتمشي المدرب. نعم. فهي الفكره في كره القدم، انا بتكلم على فلسفه كره القدم، فلسفه الكوره بقولها في الاستديوهات، فلسفة كرة القدم. أوصل منطقة جزاء الفريق الثاني كم مرة؟ نعم. أخلق كم فرصة؟ أسجل كم جول من هذه الفرص؟ دي الفلسفة. والمنطقة الجزاء بتاعتي بقفلها وبقى كلين شيت ومش عايز وهكذا، هم دول حاجتين. نعم. طيب عشان أوصل منطقة جزاء الفريق الثاني في وسائل هتوصلني. أكيد. من الوسائل دي لونج باس، وأنا ضربت مثل كورتين طوال في ماتش إنبي جولين في أول دقيقتين. ادي وسيله طبعا، ما فيهاش جمال لعب انما فيها فاعليه، تحقيق نتائج كمان يا كابتن. التايم لا، فيها فاعليه تكتيكيه. طبعا. التايم اللي عملت فيه الكره الطويله التلازم بين اللعبه وجري زميلك، المساحه اللي انت في لحظه رحت واخدها ورحت تلعب الكره فيها، ده جمال الكوره طبعا اللي خلقت بيها فرصه في ثانيه. طب انت برضو نرجع ونقول، هتقول ايه للناس اللي هي بتهاجم عمال على بطال يا كابتن؟ لا شوف هقول لحضرتك حاجه، البني ادم لو فير وعايز ينتقد بينتقد بامانه. بامانه معناها ايه؟ معناها ان انا في كره القدم ممكن في ماتشات ما كنتش باديها بالجماليه اللي هو عايزها. نعم. كل مدرب كل متفرج عايز الجماليه دي على كيفه.
اكيد في واحد عايز الكعاب والانتوهات والسيطره على الملعب والكره بدون فعاليه على طول. فهي كره القدم مش هقول والله ده اسبانيا عملت 100 باصه وخسرت، مش هينفع في النهايه في حاجه. فهي لازم ما انا بقول لك اللي بينتقد بترجع له هو. لو الراجل فير هيقول والله الفريق ده بيعمل حاجه الايجابيه بتاعته ان هو خلق الفرص وبيسجل منها والكلين شيت مظبوط عنده، ولكن ما فيش جمال لعب ما فيجراش حاجه. لكن في النهايه ما ايه اللي بيتكتب في الـ في الـ في الريكوردز؟ النتائج. اكيد محدش هيجي يقول والله ده لعب الماتش ده وحش وكسب خلاص. طيب موتسيماني حقق بنسبه كام في الميه من الاجمالي اللي هو في الفتره اللي تولى فيها؟ شوف من حيث النتائج هو حقق 100% 100% كل البطولات اللي دخلها نجح. يعني لعب 2 سيمي فاينل مع الوداد كسبه باحسن ما يمكن، لعب فاينل مع الزمالك كسبه، ولو انه كان هناك بعض الكلام على انه ما انت بتلعب الزمالك انت بتلعب حد تاني. اكيد مش بلعب اي حد، انا بلعب الزمالك فمش هتلاقي مش هبقى متفوق تفوق ساحق. بطولتين في بطوله ما انا بقول لك مش تفوق ساحق. فبرضه هو بيجريك واوقات يسيطر وانت اوقات تسيطر، لكن نجحت في النهايه انك انت تفوز. اكيد فعمل كسب لعبت في الكاس ممكن يكون في الكاس لعبنا فيه بعض المباريات مش بالجوده اللي مطلوبه، لكن الفعاليه موجوده. مع الاتحاد السكندري كسبت 2-1 وقتها وكنت خسران 1-0 وعدلته وعملت فاول ابتكار جديد وسجلت منه. فريق طلائع جيش وقف معاك لاخر وقت وكسبت بضربات الجزاء ورده في يعني حقق بنسبه في الميه المطلوب. ده المطلوب. السوبر الافريقي كسبته طبعا، رحت كاس العالم للانديه عملت المطلوب المركز الثالث، ومن احسن مباريات اللي لعبها النادي الاهلي مباراه الفريق البرازيلي، مش بس عشان كسب النادي الاهلي بالبينالتي، لا من احسن مباريات اللي لعبها تكتيكيا بشكل كويس مع بايرن ميونخ. في فروقات كبيره وما كذا مع فريق القطري قدرت انك انت تفوز مش بجمال اللعب لكن فزت بالفرص اللي جات لك.